محتويات حقيبة الجهاز: حقيبة الجهاز المقاومة للماء والصدمات، الوحدة الرئيسية، الوحدة الرئيسية لنظام بايونيك، لاقط إشارة لوحدة نظام بايونيك، سنسر بايونيك، سنسر أيونيك، سنسور أيون، وحدة تأريض لإرسال الإشاعة، وسط لربط الوحدة الرئيسية مع وحدة التأريض، جهاز إرسال واستقبال البيانات لنظام الاستشعار، وصلة ربط نظام الاستشعار مع وحدة الإرسال والاستقبال، مجموعة أسياخ لنظام الشخص الواحد، مستقبل إشارة عدد 2، مجموعة أسياخ لنظام الشخصين، شاحن عدد 3، وصلة لشاحن عدد 3، شرح لوحة تحكم،